السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عايزين نتعامل مع الجانش شارت ممكن نيجي هنا مثلا وتقدر تكبر او تصغر زي ما انت عايز. ممكن تيجي هنا مثلا وتدوس رايت كليك وهتلاقي هنا بعض الكولابس. ممكن تقول له الكولابس اول بالشكل دوت او تقول له انا عايز نعمل اكسبنت لكله فيفتحهم لك كلهم، او وانت ممكن تقول له لا ده انا عايز كولابس 2 ليفل 1 او ليفل 2 بالشكل دوت. ممكن تقول لا ده انا عايز مثلا كولابس 2 ليفل 4 فيفتحهم بالشكل دوت. تقدر تتحكم في ايه الحاجات اللي انت عايز تفتحها وايه الحاجه اللي انت عايز تقفلها. تقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل سيرش، تعمل فلتر مثلا لحاجه معينه، تقول له مثلا عايز القيمة اللي هي بتساوي كذا ويقدر يدور لك عليها، او كنترول اف وتقول له انا بدور على حاجة معينة مثلا وتقول له يبدأ بقى هو يجيبها لك.